العلاقات المصرية العمانية علاقة سياسية قوية تستمد قوتها من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبها على مختلف الأصعدة. علاقات القاهرة ومسقط تسجل تقدما ملحوظا نتيجة العديد من المستجدات الإيجابية في ظل استمرار الاتصالات بين البلدين، وذلك انطلاقا من المواقف الثابتة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان التي تعكس تقديره العميق لمصر ولشعبها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن التوافق في السياسة الخارجية للبلدين. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة ستشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.